انت اليوم تنجم تغني في اسرائيل؟ لا قطعا لا، ما فيهاش كلام. اما نغني لتوانسة لليهود التوانسة الموجودين في جربة. وغنيت في عروساتهم. اما فما فنانين قالوا غنينا. غنينا في شوف ثم غنيو إسر... عاد تقول غنيو غنيو الكل وكل ما يمشيو للجربة راه نغنيو في الاحتفالات تاع التوانسة اليهود الجربة توانسة. خاطر توانسة منا والينا كيف كيف يفرحوا الفرحنا ونفرحوا الفرحهم كيف كيف بغات النظر على ديانتهم. هذا جوابك، هذا جوابك بيان سور. كان انا بالطبيعه يلزمك كان انت اكيد جدا واحنا مع احترامنا لكل الديانات راهو انا ضد التطبيع عمري ما مشيت وراه صدقني وانا عايش في فرنسا وتمت دعوتي باش نغني فيها في اسرائيل والله لا مشيت. تمت دعوتك باش تغني؟ تمت دعوتي باش نغني في اسرائيل ما مشيتش نمشي نغني التونسي ايه تونسي في بلاد في مثلا في حفله تونسيه وتم الدعوه زاد قبل من حتى من وزير السياحه السابق رونيت رابلسي وغنيت في الغريبه وكانت حفله فيها معظم الفنانين التوانسه في كازينو جربه وغنينا الناس الكل وعاد كانت سهريه ممتازه جدا هذاك نغني لهم خاطر التوانسه كيفنا كيفهم اما اني نمشي انا نهز ونمشي غادي ما نمشيش معناتها انا مش معترف بها كدولة أنا معترف بفلسطين وعربي والقضية الفلسطينية تعنيني كيف كيف